قبل ما نبتدي بقى حلقتنا النهارده، نروح الاول لمراسل قناه النادي الاهلي كريم احمد من معسكر النادي الاهلي. طبعا قبل ساعات من لقاء النهارده قصاد هورايا كوناكري الغيني. مساء الخير عليك يا كريم. شيما، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. ان شاء الله النهارده في البدايه بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. الاهلي اليوم على موعد ان شاء الله مع التاهل الى الدور قبل النهائي، الاهلي والحريه الغيني على استاد السلام في الساعه 9 كالعاده. طبعا اطمنك شيما واطمن كل جمهور النادي الاهلي على اخر الاجواء وكواليس معسكر فريق النادي الاهلي اللي كان طبعا مران اخير امس على استاد السلام. اكيد مستر باتريس الكابتن محمد يوسف ووضعوا كل الامور، الخطه طبعا والتشكيل والتكتيك الخاص بهذه المباراه. ينقص كمان الامر الخاص اللي حابين نتكلم فيه وهو جمهور النادي الاهلي اللي عليه النهارده يمكن مجهود كبير جدا. اكيد زي ما احنا عارفين النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي بيبذلوا كل المستطاع من مجهود سواء جهاز فني او لاعبين. يبقى ان شاء الله دور جمهور النادي الاهلي النهارده هيكون متواجد بكثافه في استاد السلام، تشجيع المثالي من اول دقيقه لاخر دقيقه. ده اللي بنامله ان شاء الله من جمهور النادي الاهلي. ارجع معاك كمان لاجواء وكواليس فريق النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه. يمكن الامور الاعتياديه بالنسبه للفريق بيبقى فيه طبعا وجبه غداء محاضره طبعا اخيره هنا في فندق الاقامه، ويتحرك الاتوبيس الخاص بالنادي الاهلي الى استاد السلام في الساعه 7. هتنطلق هنا حافله النادي الاهلي متجهه الى استاد السلام استعدادا لهذه المباراه. لو كمان بكلمك على الاصابات، الاجواء الخاصه بالمباراه، اللاعبين، حاله التركيز، الحاله المعنويه للاعيبه النادي الاهلي. عدد كبير زي ما احنا عارفين من الاصابات بيضرب فريق النادي الاهلي. كنا طبعا عندنا امل كبير جاهزيه ميدو جابر اللي اعلن جاهزيته خلال التدريبين خلال اليومين اللي فاتوا، لكن التدريب القبل الاخير اللي كان على ملعب مختار التتش تعرض الى نفس الاصابه من جديد ميدو جابر في العضله الخلفيه. بنتمنى كل الاصابات لكل لعيبه النادي الاهلي تعود سريعا باذن الله خلال الفتره القادمه للمسانده القويه لفريق النادي الاهلي. اذكر لك كمان المصابين الخاصين بفريق النادي الاهلي او اللي خارج القائمه الخاصه بالمباراه: سعد سمير وعمرو السليه ومروان محسن وجونيور اجاييه ومحمد نجيب وميدو جابر. بينضم لهم كمان للرؤيه الفنيه صبري رحيل وناصر ماهر. في يمكن ناس كتير سالت عن ناصر ماهر، هل ناصر ماهر بيشتكي من اجاياد من اصابه؟ لا، يمكن ناصر ماهر بعد طبعا العقوبه اللي يمكن تم وضعها من الكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكرة ورؤيه فنيه ايضا كمان لمستر باتريس كارتيرون، يمكن كان في تفضيل ان يكون ناصر ماهر غير متواجد في هذه المباراه بجانب كمان صبري رحيل. لكن عايز اقول لك يا شيما، هنا الاجواء اللي شايفينها اللاعبين من خلال كلامنا وحديثنا البسيط مع لعيبه النادي الاهلي في حاله تركيز كبيره جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، وينقص ان شاء الله كل التوفيق النادي الاهلي في مباراه اليوم. عوده ليك يا شيما، ولو في استفسار انا معاك. كريم، عايزه اعرف ان شاء الله فريق النادي الاهلي هيتحرك امتى الملعب السلام؟ يمكن عقب المحاضرة الساعة 7 مساء إن شاء الله هتتحرك الباص أو حافلة النادي الأهلي متجهة إلى الاستاد السلام. يمكن بيكون طبعا 25 دقيقة أو 30 دقيقة كعادة، طبعا الطريق بيبقى مسافة قليلة شوية، فندق الإقامة هنا ما بيبعدش كتير عن ملعب السلام. وكالعادة طبعا القواعد الخاصة بالاتحاد الأفريقي لابد يكون وصول الفريقين قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف، فأكيد الساعة 7 يصل إن شاء الله في الساعة 7:30 إلى استاد السلام، ومن بعدها بإذن الله تكون عمليات الإحماء وتنطلق المباراة إن شاء الله في الساعة 9. شكرا لك كريم احمد مراسل قناة النادي الاهلي.